بعد ساعة ونص من دلوقتي منتخبنا الوطني إن شاء الله هيقابل المغرب في تصفيات الربع النهائي لبطولة الأمم الأفريقية المقامة في الكابون. طبعا الحمد لله الكام ماتش اللي فاتوا المنتخب يعني عمل شغل كويس جدا وفرح المصريين، فربنا يكمل الفرحة دي على خير ونعدي زي ما بيقولوا كده، مش عقبة المغرب عقدة المغرب. خلونا نشوف كده يعني الناس وتوقعاتهم، أو طبعا الناس كلها أكيد عايزة المنتخب يفوز، لكن كنا في وقت من الأوقات مفيش حاجة تشغل المصريين أو نتكلم مع أي حد في الشارع إلا لو في موضوع ماتش كورة، وهو ده كان الشغل الشاغل لينا. طبعا الوضع ده اختلف في الكام سنة اللي فاتوا وبقت السياسة يعني، لكن لما بيكون في حدث رياضي وكروي على المستوى ده بيرجع الاهتمام مرة تانية. خلونا نشوف. قليلة وتعلو أصوات الهتافات في المقاهي والشوارع المصرية مشجعة لمنتخبنا الوطني الذي يواجه نظيره المغربي في تمام الساعة 9 مساء في لقاء مصري في ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الجابون والتي تستمر حتى 5 فبراير القادم. النهاردة إن شاء الله المنتخب المصري يعمل ماتش كويس جدا، وإن شاء الله هنكسب 3-0 بإذن الله. بإذن الله النهاردة ونكسب المغرب ونكسر العقدة اللي هي مغرب ربنا من 86 دي، وربنا يسهل إن شاء الله يعني. إن شاء الله مصر تنزل إن شاء الله. والله العظيم اللعيبة دي أبطال، بس عايزين حماس، عايزين حد يحمسهم وما نزلين الماتش. نكسب والفرحة كلها للمصريين، بإذن الله هنكسب، هنكسب بإذن الله. إن شاء الله 2-0 بإذن الله. إن شاء الله مصر تكسب النهاردة 2-0 بأمر الله. بس كفاية واحد عشان خاطر المدام يعني، عشان خاطر المدام كفاية واحد. أنت بقى عاوزة إيه؟ ان شاء الله، لا ان شاء الله يا رب يكون زي بعض يعني، مش مشكله. بس انا بصراحه عشان انا مغربيه مفروض لازم 1-0، مش مشكله او 2. مباراه تعد الرابعه في مشوار المنتخب الوطني بالبطوله بعدما خاض اولى مبارياته امام مالي وانتهت بالتعادل السلبي، فيما انتهت مباراه الجوله الثانيه مع اوغندا بهدف للفراعنه دون رد، ثم فوز بهدف دون رد ايضا مع منتخب غانا ليتاهل لمباريات ربع النهائي بمواجهه اسود الاطلسي.